إذ مثلا ذي الدنيس لانت ما يسمى بالمتقابلات المتضادات المتكاملات إلى الروح للجسد الصورة نكوني ذا شو قلنا دينا نسعى الجسد لكور الجسد نسعى الروح ثلا الدنيس ثلا الاخر كل حاجة تقفلي تسيد ثايض متقابلات ثلا الدنيس ثلا الاخر إلا الصواف ذي الميزان إلى العوج سمحتي إلا البخل تقتير إلا التبذير البخل لعبد المالي البخيل لا مش حاحك رمز إلا ويض تقتير تبذير مبذر إلا العطاء تكشي إلا الأخذ ذي الدنيا ثلاث المتقابلات تصيق اللام ذا شو تسيفرات ذا شو تسيفرات الميزان ما إلا الميزان الخير أربح ما يروح الميزان كل شيء يروح